بعد ماشي غير في حداتو، خاصها تكون سريعه، تكون بسيطه الاستعمال. عقد واحد اللقاء تشاوري اليوم بحضور السيد والوالي الجهة، السيد رئيس الجهة وعمال صاحب الجلالة الله ينصرو مع المواطنات والمواطنين ديال الجهة. الهدف ديال هذا اللقاء هو نسمعوا الاقتراحات وآراء المواطنين في مجال الرقمنة. هذا الشيء جاي في إطار ديال بلورة استراتيجية الوطنية الرقمية، للهدف ديالها هو أنه نوفر للمواطنين خدمات رقمية بسيطة وشفافة لتساعدهم في الحياة ديالهم. الهدف الثاني هو أنه المغرب يولي بلد منتج للتكنولوجيات الرقمية عبر جلب استثمارات أجنبية كبيرة، وأيضاً أن الشركات المغربية وحامل المشاريع المغربية يكبروا ويزدهروا ويقدروا يخدموا مزيان. الهدف الثالث هو بغينا انه الرقمنه يستفدوا منها جميع المواطنين والمواطنات، مختلف الفئات العمريه ديالهم، مختلف المناطق الجغرافيه ديالهم، وكل شيء يستفد ويدخل في هذه الديناميه ديال الرقمنه. هذا التواجد ديالي اليوم في جهه بني ملال الخنيفره هو ماشي تماشيا مع التوجيهات الملكيه الساميه اللي دعا بأن جميع الجهات المملكة تستفد من نمو سوسيو اقتصادي والدخول في المشاريع التنموية. سيدة الوزيرة، الرقمنة ما تأثرش على اليد العاملة في المغرب؟ الرقمنة هي تتوفر فرص شغل جد مهمة. في غضون الأشهر اللي فاتت وقعنا اتفاقيات لخلق آلاف فرص الشغل للشباب مجال الرقمنة. تنخدموا على أنه الشباب المغاربة يزيد يتكون في الرقمنة، باش حيت كاين فرص الشغل مهمة في هذا المجال. اليوم هو يوم تاريخي اللي حققنا فيه واحد المشروع جد مهم بالنسبة للجامعة وبالنسبة للجهة تبني ملال الخنيفرة، هو مشروع إحداث كلية الطب والصيدلة في جامعة سلطان مولاي سليمان. هذا المشروع اللي خدمنا عليه سنوات واللي اليوم تحقق عبر توقيع اتفاقية ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع جهة تبني ملال الخنيفرة. والحمد لله هذا المشروع هو اللي خلى باش الجامعة تولي شامعة متكاملة اللي كتمكن الطلبة ديالها باش يتبعوا مسارات في جميع الميادين. فكانت نقصنا في الجامعة المسالك اللي كتهم علوم الصحة، واليوم بتوقيع هذه الاتفاقية فولات الحمد لله الجامعة متكاملة، والطلبة ديال هذه الجهة كيمكن لهم يتبعوا اللي كانوا كيكونوا خصهم يمشيوا للجهات أخرى باش يتبعوا مسار ديالهم في الطب والصيدلة. اليوم غادي يمكن لهم يتبعوا هذا المسار حتى في جامعة سلطان مولاي سليمان. الانطلاق مازال ما تحددش بالضبط، مي غالبا في افق 2024 2025. الطاقه الاستيعابيه غادي تحدد منين غادي تبدا المؤسسه، وكتحدد ماشي من طرف الجامعه، كتحدد على صعيد الوزاره اللي كيكون واحد الاعداد ديال الطلبه اللي كيتبعوا المسار ديالهم في كليه الطب، فهو محدد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.